هتشيل من مية الورد؟ ورد اليمن وجوا هتموت. واه شيل النيلة دي بلادك. مالك يا ورد اليمن؟ هترمي الوكل من يدي وتجري تقول لها مالك يا ورد اليمن؟ في ايه يا همام؟ مالها ركبها عفريت؟ حسب ايه؟ قولي لي فيك ايه؟ بطني كانت هتموت. اشمعنى هي؟ ما كلنا شربنا واتردينا منها، ملهوف عليها ليه؟ يعني ما حدش جراله حاجة؟ ادينا زي العفاريت. فيها ايه الهريسة والمية؟ مالك يا همام؟ فيها يا سم، اخوك كان هيروح فيه جامع مات وانا ربنا ستر. فهمت يا متجلعة؟ اخوي اسماعيل نزلني عنده دلوقتي. تعالي هنا. عارفة لو حسك طلع هجيب خبرك. اقطع النفس يا مرة. يبقى معك اسماعيل. عادش وقلت لك حسك ما يطلعش برا الباب. عيسى؟ نعم. سعد الحات موس كبيرة. اثبت. ايه يا شيخ همام؟ هتعمل ايه؟ هتحلق دينك وشنبك يا شيخ عيسى يا غواري. وترضاها لي يا ولد عمي؟ اعيش برا؟ ترضى لي الفضيحة؟ دي اهون حاجة اقدر اعملها لك. هتحلق دينك وشنبك من غير جرسة قدام الناس، قدام انا بس، بيني وبينك. هتقعد في البيت لغاية ما الشعر الجديد يطلع مطرح القديم ده. اسمك ايه يا جاري؟ دهب. اسمك جميل وجميلة يا دهب. كنت اتمنى اشتريكي من 20 سنة، كنت هتحبيني اكتر. انت مولاي تتحب في كل وقت. انا ما ملكش دلوقتي غير الفرجة عليكي، والفرجة شيء جميل، ونحمد الله على نعمة النظر ونقلي نور النظر، فكفاية ان اقدر المح جمالك للأسف وبس. علي بك يا مولاي. خليه يتفضل. ده ادخلي انت جوه دلوقتي لغايه ما اخلص كلام مع جني علي، وبعدين خليني اتفرج عليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله جني علي. اخبارك؟ اخبار سريعه ومتسارعه، لانه القدباشي طالع القلعه بكره. بجد جني علي؟ أبو طبق زي ما بيسموه ولاد البلد طالع القلعة؟ أنا اللي وصلني إنه هيوصل بكرة القلعة. عظيم جن علي، كفاية الباشا عمل كرش كبير. ده أجمل خبر أنا سمعته جن علي. بين المعركة الرابع تبتدي يا مولاي. لازم تحلي بوقك بالحلوى يا جن علي. الحلوى يا جن علي. لا شكرا يا مولاي. دي حلوى كويسة مش زي اللي أنت بعتها الصعيد يا جن علي. قصتك الحكايه دي يا مولاي؟ ما تبقاش تعمل حاجه من غير مشوره جن علي، والا العواقب هتبقى وخيمه. كل كل هريسه يا جن علي. مولاي الاول انا اقوى من اني اموتك بالشكل ده. موضوع الصيد اذا ما تمش كما ينبغي هيبقى لي تصرف معاك تاني. كل كل جن علي هريسه. قالوا لي انه رايق وهيتكلم. يا رب. يا ستي استهدي بالله. لازم اشوفه بعيني، ما ينفعنيش الكلام ده. هنزل تحت واللي يعملوه يعملوه. وبرضه تدخل في كلام همام. وقلبي ده مين اللي هديه؟ ان شاء الله خير يا ام درويش. يا رب يا رب يا ورد اليمن. يا رب والنبي يا رب ما تسوني في اخوي ولا في جوزي. سيك عليك النبي يا رب. يا شيخ حرام عليك، موتني من الخوف.
الحمد لله. يعني قضاك ما يبقاش غير على يدي يا عز الناس. فداك يا شيخ العرب. فدانين من اللي كنت المقصود؟ وعيسى يجيب لك حاجة مسمومة ليه؟ والله لو هو لموته بيدي. لا عيسى مرسال، بس مرسال السم. مرسال السم يضوقه. دوقته له من غير موت، مشيته مرة من غير لا دجن ولا شنب. مش كفاية؟ ومين اللي شايعه؟ علي بيه. مش قلت لك اللي مليهوش يبقى عليه؟ ما صدقتنيش. لما ربنا تقومني بالسلامة هردها لهم على كيفك. كله بأوان واسمعين. المهم روح فدت روح، واللي كنت عاوز تموته ربنا جعله سبب في الشفاء. والله لو حياني من الموت ألف مرة برضه ما سمحوش يا همام. حق برضه كسر رقبته. هناك بيجيب قلبك قاسي قوي كده ليه؟ ربنا وحده هو اللي شفاني. أنا مرضاش بالظلم يا ولد عمي. خلاص تنقطع رجله ويده. رحمة حاجة واسمعي، وأنا هودك كتير. خلاص يتقطع لسانه ويترمي للكلاب عشان ما يجيب السيرة بيتي. ماشي اسماعيل. بص لو سمعته قال اسم بيتك، ولو بالصدفة حتى يعني مثلا يقول ليلة ليلة كذا، هقطع لسانه. بس الراجل اللي نجد والد عمي هيفضل عندي. اجيب لك باريس. عمل ايه يا همام؟ احسن الحمد لله، فايق وفتح عينيه. لو لي خطر عندك انزل اشوف. حد على يدك انزل اشوف. انزلي مع نور الصباح وما تطوليش، اقعد شويه واطلع. ان شاء الله يخليك. يلا يا نور. عامله ايه دلوقتي يا ولد اليمن؟ الحمد لله بخير. ايوه اقعدوا مع بعض، بس عينك على درويش يا ولد اليمن، عينك على الواد يا اختي. انا بداوي غيري وانا وعنيك دائي ودوايا، للي داوي الجرح بيحن ولا طب نافع يا عيني. ولا طب نافع معايا. صحت عليك. قدروا لطف يا بنت ابوي، قدروا لطف. انا عشقت نجمة على لي سمع ابن المركوب. مين اللي عينه واحده وقاعد فين؟ قاعد فوق قلبي يا صلحه، وحسه وجعني قوي. اشيع حد يسكته ويموته خالص، بس انت روق. روق عشاني وعشان عيالك. انا روقت خلاص لما شفتك.